يختلف اثنان على أن أفضل القصص التي يجب أن يقتدي بها الإنسان هي قصص الأنبياء والرسل، لكن هناك من سميت بأحسن القصص في القرآن، ألا وهي قصة سيدنا يوسف عليه السلام، علاوة على أنها القصة الوحيدة الكاملة، إلا أنها تخبرنا تعلمنا أن السجين سيفرج عليه، والغائب سيعود، والمريض سيشفى، والحزين سيفرح، والكرب سيزول. فمن كان مع الله لن يضره ضعفه، ومن لم يكن معه لن تنفعه قوته. فمع الله لا يخيب رجاء، فلا تيأس وثق بالله. فموسى عليه السلام لم يغرق وهو رضيع وهو في قمة ضعفه، وغرق فرعون وهو في قمة قوته. نصيحتي هي: لا تحملوا الأرض فوق رؤوسكم وقد جعلها الله تحت أقدامكم. وإلى كل مهموم، ثق بربك وتذكر أن دائما مع العسر يسر، أن مع العسر يسر. سلام.